الوسائل التقنية الحديثة تخطت الأبعاد الزمنية والمكانية والحدود الجغرافية، يعني أسهمت في تقريب البعيد وأيضا اختصار المسافات، ساعدت من دون شك في تطوير عمليات إجراء العقود التي كانت تعقد في مجلس واحد عن طريق تلاقي الأبدان والاجتماع بين المتعاقدين، حولتها إلى عقود تجري عبر المراسلة الخطية التي ينقلها يعني الفاكس أو الهاتف المحمول أو المراسلة الكلامية التي ينقلها الهاتف الأرضية أو الهاتف النقال يعني، أو المحادثات الكتابية يعني في غرف الدردشة المعروفة ب يعني الشات أو الميسنجر أو الواتساب وغيرها، بعد ذلك إلى شيوع ما يعرف بالعقود التجارية الإلكترونية وأيضا الزواج الإلكتروني يعني الزواج عن بعد وغيرها. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل تعدى إلى إجراء فسخ العقود عبر الوسائل نفسها، يعني أصبحت العقود تفسخ عبر مكالمة هاتفية أو رسالة إلكترونية ترسل عبر يعني شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. هكذا نجد أن هذه الوسائل الحديثة قد ألقت بظلالها على تعاملات الناس المختلفة من إجراء العقود وفسخها. هنا نطرح تساؤل، ما حكم عقد الزواج أو الزواج عن بعد يعني بواسطة التقنيات المعاصرة، وكيف يراها المشرع الجزائري؟ انضم معنا الآن وعبر الهاتف فضيلة الشيخ بن يوسف بن حليمة، أستاذ وإمام مسجد مالك نؤنس بالقبة بالعاصمة. صباح الخير فضيلة الشيخ، مرحبا بك. فضيلة الشيخ بن يوسف بن حليمة، هل أنت في الاستماع؟ نعم أنا معكم. أهلا فضيلة الشيخ، صباح الخير. صباح الخير، وشكم لباس؟ الحمد لله، أهلا بك فضيلة الشيخ بن يوسف. الله يبارك فيكم، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. من أهم إفرازات التطور التقني الحديث في مجال الحوسبة والاتصالات دخول الأجهزة الإلكترونية في كل مجال يعني من مجالات الحياة اليومية، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات على حد سواء. ما شهدته السنوات القليلة الماضية من تطور سريع يعني لتقنيات كان له تأثير على الطريقة التي تتم بها معاملات الناس وعقودهم أيضا. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فضيلة الشيخ، بل تعداه إلى إجراء حتى عقود يعني وفسخها عبر الوسائل نفسها. أضحت العقود يعني تعقد عبر مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو إلكترونية يعني، وكان مما ظهر يعني ظاهرة شفناها مؤخرا في السنوات الأخيرة ما يعرف بالزواج الإلكتروني أو الزواج عن بعد، هي مسألة جديدة من دون شك تواجه دور الإفتاء والقضاء الشرعي أيضا وتستدعي النظر في الأحكام. المعروف فضيلة الشيخ أن الزواج له أركان يعني وشروط لابد من توفرها، يعني عقد الزواج عنده أحكام وضوابط شروط لابد يعني فيه تعيين الزوجين، أن يكون ثمة ولي وشاهدين أيضا، ولابد من الصيغة يعني يقول لك زوجتك يعني أو أي ربما لفظ يدل عليه، وأيضا شرط آخر هو المهر من حيث الأصل. سؤالي فضيلة الشيخ، ما حكم عقد النكاح عبر هذه الوسائل؟ هو في الحقيقة بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نرجع إلى الأصول. يعني الشريعة الإسلامية جعلت للزواج شروط وأركان وهي خمسة. الأول وهو المحل، الزوج والزوجة، يعني العقد هذا راح يكون بين طرفين من جهة الزوج ومن جهة الزوجة، والثاني والشرط الثاني أو الركن الثاني من الأركان اللي هو الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. فلا بد من الولي الذي يتولى أمر المرأة ويزوجها بإذنه، طبعا والأب هو الأولى، وفي حالة غياب الأب أو وفاته يحل محله أحد الأقارب، إما العم وإما الجد وإما الخال وإما حتى يمكن يكون الإمام أو القاضي الشرعي يتولى أمر الزوجة أو المرأة التي لا ولي لها. ثم الثالث هو الصداق، لقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والرابع هم الشهود، على الأقل شاهدي عدل.
لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. ثم الخامس وهو الصيغة أو العقد الشرعي، القبول والإيجاب بين الطرفين، بحيث أن الزوج يقول لولي الزوجة زوجني ابنتك أو زوجني وليتك يعني التي تتولى شأنها، فيقول قبلت ورضيت. وبالتالي إذا استعملنا هذه الوسائل وتوفرت فيها هذه الشروط الخمسة، بحيث يعني يكون الزوج حاضر والولي الذي يمثل المرأة أبوها أو غيرها من غيره من الأقارب يكون حاضر معنا، ويذكر الصداق ويحضر الشهود شاهدي عدل، وتتم الصيغة بعد بالتواصل المباشر اللحظي بحيث تكون بالصوت والصورة ويكون الناس هم فعلا يرون بعضهم، أنا لا أرى حرجا في ذلك. فضيلة الشيخ، لكن في بعض الأحيان يكون فيه تزويف ويكون فيه كذب أيضا، يعني لذلك إذا لازم تكون الناس حقيقيين، الشهود يكونوا حقيقيين، والولي يكون حقيقي، والزوج يكون حقيقي ويمثل الزوجة حقيقية. وكذلك نزيد نأكد هذه الأمور بوثائق، بمعنى أنا أعتقد أن مثلا الإمام الذي يحضر هذا العقد من هذا النوع لابد أن تقدم له وثائق، منها الدفتر العائلي، لأن يعني الآن يشترط أن يكون أن يجرى العقد المدني قبل العقد الشرعي، يعني لأن الناس كثير من الناس تتلاعب، ربما يتزوج امرأة ويدير عليها عقد عرفي وبعدين ربما يرجع عن رأيه ويخليها معلقة، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. وبالتالي لابد من شهادة، لابد يعني الدفتر العائلي، لابد من وثائق إثبات الهوية الإنسان، ونأكد باللي هذا مثلا شهادة تاعه باللي هذا الصورة تاعه باللي هذا هو الشخص الفلاني، لابد أن يتأكد الشهود كذلك. وربي سبحانه وتعالى قال وأشهدوا، لابد من الإشهاد، والشاهد لا يشهد شهادة الزور، لا يشهد شهادة فيها كذب وفيها تزوير. ولذلك شهادة الزور هي من أكبر الكبائر، وقد يصير هذا شهادة الزور حتى بحضور الشخص. نعم. ممكن يجيب امرأة غير المرأة المقصودة، يعني امرأة ثانية، ما ماشي شرط لا تكون هذه الوسائل سببا فيها، قد يعني تزور المرأة والعياذ بالله، وهذا يكون من أعظم المحرمات وهو زنا والعياذ بالله. ولذلك فإذا عندنا أمان وعندنا ضوابط تسمح لنا بمراقبة كل هذه الأمور، لكن الأفضل من ذلك فضيلة الشيخ هم يعني المعنيين بالأمر. نعم. سواء تعلق الأمر بالزوج أو بالزوجة أو الولي أو الشهود أو الصداق، كذلك يذكر هذا الصداق. نعم. ما هو نوعه، ما هي قيمته إلى غير ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فأنا لا أرى والله تعالى أعلى وأعلم حرجا في ذلك، بحيث تكون لكن الأفضل فضيلة الشيخ تشوف أنه الأفضل موجودة. يقوموا بالتوكيل أحسن؟ نعم، ما تشوفش أنه الأفضل يعني في كل هذا التوكيل أحسن؟ والله أنا مدام كان التواصل المباشر. نعم. وكاين الثقة المتبادلة وكاين ضوابط اللي تسمح لنا باللي ما فيش تزوير، فهذا افضل من يعني التوكيل. يجوز تعطي وكاله للانسان انه ينوبك في عقد من العقود، يقدر الولي مثلا يكلف رجل اخر يقول له انا لا يمكنني الحضور، فانت نعطيك وكاله، راني وكلتك بان تزوج ابنتي لانني عندي عذر شرعي يمنعني من الحضور. فهذا كذلك من الوجوه الجائزة. أنا أرى أن هذا الوسائل الحديثة قال فيها ربي سبحانه وتعالى في سورة النحل ويخلق ما لا تعلمون. نعم. هي من الوسائل إذا توفرت الشروط التي ذكرناها، هذه وسائل فقط. يعني كما مثلا الحج، في وقت مضى كان الناس يحجون مشير على الأقدام أو يركبون ويمتطون الدواب، الآن ماذا يستعملون؟
يستعملون السيارات ويستعملون الباخرات ويستعملون الطائرات نعم. والحافلات. فضيلة الشيخ بن يوسف بن حليمة، لأن الوقت يداهمنا، يعني شفنا الرأي من جانب الشريعة الإسلامية، لكن نشوف أيضا الرأي المشرع الجزائري والقانون ماذا يقول طبعا في هذه الحالة. أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ بن يوسف. شكرا، والشكر موصول لكم إن شاء الله. أستاذ وإمام مسجد ابن مالك بن أنس بالقبة بالعاصمة، سنربط الاتصال بعد قليل بالأستاذ نبيل عرقوب، هو محامي أيضا ليتطرق إلى الشأن القانوني، ماذا يقول القانون في هذه الحالة. طبعا في انتظار ربط الاتصال بالمحامي نبيل عرقوب للحديث دائما عن الموضوع، يعني الزواج عن بعد. سمعنا قبل قليل لفضيلة الشيخ بن يوسف بن حليمة أستاذ وإمام مسجد مالك بن أنس بالقبة بالعاصمة. سنربط الاتصال بعد قليل بنبيل عرقوب وهو محامي، نشوف هل قانون الأحوال الشخصية، القانون الجزائري بالأحرى، تطرق إلى حكم زواج بواسطة هذه الوسيلة، وهل هذا النوع من الزواج سيحمي حقوق الطرفين؟ نعم، حسب الزملاء في غرفة التحكم، لا أدري إن كان معنا نبيل عرقوب محامي معتمد لدى مجلس قضاء العاصمة ليحدثنا عن هذا الموضوع من الجانب القانوني. طيب، نعم، في انتظار ربط الاتصال بنبيل عرقوب. طيب، حسب زملاء سيكون معنا بعد ثواني فقط الأستاذ نبيل عرقوب محامي معتمد لدى مجلس قضاء العاصمة. أهلا بك سيدي الكريم، مرحبا بكم. وبكم مرحبا. أهلا سيدي الكريم، هل تطرقت قوانين الأحوال الشخصية في الجزائر إلى حكم الزواج يعني بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، يعني نقصد الزواج عن بعد؟ حقيقة يعني من خلال موضوعكم المهم أظن أن الوجهة هي الحديث عن عقد الزواج الإلكتروني. حقيقة يجب التمييز بين مرحلتين. قبل 2005 المشرع الجزائري لم يأثر تماما أو لم يأخذ بهذه العقود، وانتظرنا إلى غاية تعديل القانون المدني في 2005 أين أصبح هذا النوع من العقود أو ما يسمى بالعقود الإلكترونية لها حجية مثلها مثل باقي العقود المكتوبة. نرجع دائما إلى أحكام المادة 323 من القانون المدني في فقرتها الأولى التي تعتبر الإثبات بالكتابة وبشكل إلكتروني نفسه كالإثبات بالكتابة. الآن الموضوع المهم اللي رانا نتحدث عليه اليوم يتعلق بالزواج الإلكتروني. حقيقة لما نرجع إلى قانون الأحوال الشخصية لسيما أحكام أو قانون الأسرة الجزائري لسيما نص المادة 18 وما يليها تتحدث عن الإثبات في مجال عقد الزواج، يكون يا إما عن طريق الموثق أو الموثق العمومي. مبدئيا أو القارئ لهذا النص يتبادر له بأن هذا النوع من العقود ليس له أي وزن قانوني، وهنا رح نرجحه أو نعطلكم الصورة الحقيقية للزواج بالعقد الإلكتروني. نعم، هنا نفهم يعني دائما أن الزواج الإلكتروني غير منصوص عليه قانونا، لا سيما أنه غير مذكور في المواد المتضمنة إثبات عقد الزواج. حتى نحيط المستمع الكريم بالعلم، فإن الوصف الذي يمكن أن يمنح لهذا النوع من العقود التي تتم بشكل أو في شكل اتصال إلكتروني، اتصال عبر الهاتف أو بتوفير كاميرات عن بعد بحضور الإمام أو الشهود وحتى الأطراف ووجود الإيجاب والقبول وتحديد كل الشروط المنصوص عليها في المادة 9، يعني نكون هنا أقرب أو الوصف الأقرب له هو أن يكون عبارة عن زواج عرفي. الآن وهل هذا النوع من الزواج سيدي الكريم يعني يحمي الطرفين قانونياً
إذا وقع مثلا طلاق أو خلاف أو شيء من هذا القبيل؟ صراحة يجب أن نضع يعني دائما المستمع في الصورة. هذا الزواج يعتبر زواجا عرفيا، يرتب آثاره بعد أن يتم إثباته عن طريق نص المادة 22 من قانون الأسرة التي تشير إلى أن الإثبات يكون عن طريق حكم قضائي. نعم. سؤال أخير سيد الكريم، لأن الوقت يداهمنا أستاذ نبيل عرقوب، بس أسمحك سؤال أخير، هل نحن اليوم بحاجة ماسة إلى ربما تضمين، خليني نقول، هذه المسألة في قانون الأحوال الشخصية؟ حقيقة الأخ الكريم، فإن القوانين تتميز بنقطة مهمة أو بميزة وهي المرونة. الآن الدور على المشرع الجزائري في وضع منظومة قانونية ووضع هذا النوع من المنظومات القانونية يقتضي بالدرجة الأولى العودة أو ضرورة تفعيل العمل الرقمي، يعني يجب رقمنة العقود، رقمنة المعاملات وحتى السجلات، كون أن مسألة الزواج تتم أو تكون على مستوى سجلات الحالة المدنية. وبالتالي فإننا اليوم أمام مرحلة جد مهمة، ضرورة رقمنة كل المعاملات، هذا حتى نوفر دائما الحماية القانونية اللازمة لكل الأطراف. وبالتالي المشرع الجزائري عليه أن يتدخل وأن يضع الأسس والقواعد المهمة أو المستقبلية لهذا النوع من القوانين. شكرا جزيلا لك الأستاذ نبيل عرقوب، محامي معتمد لدى مجلس قضاء العاصمة، على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لك أستاذ عرقوب.